يدلي المصريون بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات أمنية مشددة وفي ظل غياب كامل للمعارضة. وأفادت مصادر إعلامية مصرية أن نسب المشاركة ما زالت محدودة إلى حدود منتصف النهار، وأن عملية التصويت تجري في جو من الهدوء. وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بين 17 من أكتوبر تشرين الأول والثاني من ديسمبر كانون الأول المقبل. وقد أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في سفارات بلادهم أمس السبت، إلا أن نسب المشاركة كانت متدنية، ويعتبر انتخاب مجلس النواب البند الأخير في خارطة الطريق التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل عامين.